مجبوره يشدد على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت إلى ظهور تنظيم داعش. والخارجية الأمريكية تعلن أن بلادها ستقدم 181 مليون دولار لنازح العراق. التحالف المدني يشكك بجدية العبادي في تنفيذ الإصلاحات الحكومية، والبرلمان سيضغط على الأخير لتقديم مرشحي الوزارات الشاغرة بعد عطلة العيد. العمليات المشتركة تشكل قيادة عمليات شرق دجلة لتحرير الحويجة ونواحيها، وأوساط سياسية تعد هذه الخطوة بالجدية في تحرير الناحية. بريطانيا تشيد بالهدنة السورية وتعدها بداية نهاية الأزمة، وديمستورا يعرب عن تخوفه من عدم إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة. أهلا بكم متابعينا في كل مكان، نشرة إخبارية مفصلة من المدى بدايتها مع رياض. أهلا رياض. أهلا بك إيناس. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. إلى تفاصيل هذه النشرة، أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن شغل الشاغرة اليوم يتمثل بالإعداد والتهيئة لمعركة نينوى الفاصلة، لافتا إلى ضرورة استثمار المعنويات العالية وزخم الانتصارات الأخيرة التي تحققت. الجبوري أشار إلى أن التخطيط لمرحلة ما بعد داعش لا يقل أهمية عن مرحلة القضاء على هذا التنظيم الإرهابي، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت إلى ظهوره والمباشرة بعملية تأهيل فكري ونفسي ومجتمعي للحيلولة دون التعرض لمثل نكبته التي ألحقت بالعراق والعراقيين الأذى الكبير، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي ضمانة للمرحلة المقبلة، وهو يتطلب مزيدا من الجهد المشترك والمعالجات السريعة والحقيقية للأزمات التي من شأنها دعم مسيرة الإصلاح التي يترقبها الشعب. جدد نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعم الولايات المتحدة للعراق لمواجهة تنظيم داعش، بينا أن أي مهمة تقوم بها الولايات المتحدة في العراق هو بطلب من الحكومة العراقية. نائب وزير الخارجية الأمريكي أشار إلى أن الاستعدادات الحالية هي لتحرير الموصل، وأن الولايات المتحدة ستقدم 181 مليون دولار للدعم الإنساني ليكون حجم المساعدات الأمريكية المقدمة للعراق مليار دولار منذ عام 2014، مرجحا نزوح مليون شخص من الموصل والمناطق المحيطة بها حال بدء العمليات العسكرية. أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم جعفري استمرار عمل التحالف الرباعي الذي يضم دول العراق وروسيا وسوريا وإيران لمكافحة تنظيم داعش، مشيدا بالتعاون المعلوماتي الذي يقدمه المركز المعلوماتي المشترك. الجعفري أوضح أن مناقشة استراتيجية دول أخرى في محاربة داعش أمر صعب، لأن روسيا ترى خطرا يشكله داعش وتفهم أنه لا يمكن لأحد التنصل من هذه القضية، ولذلك يجب على جميع الدول توحيد جهودها في محاربة الإرهاب، لافتا إلى أن مكافحة داعش تتطلب بذل جهود مشتركة في مجال تبادل المعلومات على وجه الخطوة. من جهته أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر أوتوت أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الحكومة العراقية عدم تفعيل التحالف الرباعي المشترك مع سوريا وروسيا وإيران، وأن التحالف لم يتبقى منه سوى الاسم فقط. وتوت أضاف أن التحالف الرباعي شكل على وفق مركز استخباري لتبادل المعلومات تهدف لمعرفة تواجد عناصر داعش وتحديد مواقعها لضربها من قبل طيران الجيش والقوة الجوية العراقية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت بإيقاف عمل المركز الاستخباري المذكور. بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى الحرب على تنظيم داعش. وجرى خلال الاتصال أيضا مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا في مجال الحرب على الإرهاب. من جهته أكد الرئيس المصري دعم بلاده الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب، فيما أشار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى رغبة العراق بارتقاء العلاقات بين البلدين إلى أعلى المستويات.
شكك رئيس التحالف المدني الديمقراطي علي الرفاعي بجدية رئيس الوزراء حيدر العبادي في تنفيذ الإصلاحات بسبب الضغوط التي تمارس على الأخير. رفاعي أضاف أن العبادي لا يمتلك قوة جادة ومؤازرة له في الجانب الأمني، وعليه فإن القدرة على التخلص من بنود نظام المحاصصة الطائفية غير قابلة للتنفيذ، مبينا أن القوى المتنفذة استطاعت إجباره على العودة لسياقات المحاصصة لاختيار المناصب في المؤسسات التابعة للدولة، ومن ثم نجحت في إيقافه تدريجيا عن المضي ببرنامج الإصلاح، وتجلى ذلك في أزمة مجلس النواب خلال شهر نيسان والشلل الذي أصاب السلطتين التشريعية والتنفيذية. أكد النائب عن كتلة الوطنية عبد الكريم عبطان أن مجلس النواب أمام مهمات جدية بعد عيد الأضحى لتمرير القوانين المهمة. عبطان أوضح أن عددا من القوانين والقرارات المهمة تم تأجيلها إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك بسبب عدم اكتمال النصاب القانونية، لافتا إلى أن مجلس النواب سيضغط على رئيس الحكومة حيدر العبادي لحسم تقديم الوزراء للوزارات الشاغرة خاصة الداخلية والدفاع ومباشرة بعد عطلة العيد. دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الإسراع بتسمية وزيرين جديدين للدفاع والداخلية بما كشفت عن مساعي لترشيح تكنوقراط ومهنيين لشغل الوزارتين. عضو اللجنة ماجد الغراوي ذكر أن على رئيس الوزراء استغلال الوقت والإسراع بتسمية الوزراء الأمنيين طالما أن هناك توجها من قبل الكتل السياسية بترشيح أسماء تكنوقراط ومهنيين لشغل الوزارتين، لافتا إلى أن تأخير تسمية الوزارات الأمنية سينجم عنه آثارا على صعيدين الأمني والسياسي، مطالبا في الوقت ذاته بتقديم الأسماء المرشحة لشغل الوزارتين في جلسة يوم الثلاثاء المقبل للتصويت. أكدت اللجنة القانونية النيابية عزم مجلس النواب بعد عطلة عيد الأضحى لمناقشة تعديل قانون المساءلة والعدالة. النائب عن اللجنة سليم شوقي أشار إلى أنه لدى اللجنة قوانين كثيرة بينها قوانين السلطة القضائية والتي تتمثل بقانون الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى، لأن الأقرب من تلك القوانين التي سيتم مناقشتها بعد عطلة عيد الأضحى هو تعديل قانون المساءلة والعدالة وإلغاء الخلافة السياسية على هذا القانون. استبعدت لجنة النفط والطاقة النيابية تمرير قانون النفط والغاز خلال المرحلة الحالية عازية سبب ذلك إلى وجود بعض العقبات التي تحول دون إقراره في المرحلة الراهنة. عضو اللجنة حسين العوادي أشار إلى أن قانون النفط والغاز يواجه عقبات بين حكومتي بغداد وأربيل ويصعب تمريره خلال الدورة النيابية الحالية، داعيا في الوقت ذاته إلى تفعيل لغة الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان من أجل التوصل إلى توافق سياسي من شأنها أن يمهد لإقرار هذا القانون المهم وبأسرع وقت ممكن. ثلاثة مواضيع مهمة ينتظر قانون التقاعد الموحد مناقشتها في اللجنتين المالية والقانونية بمجلس النواب، حيث تخص هذه المواضيع موظفي شركات التمويل الذاتي والقضاة والأساتذة الجامعيين ورواتبهم التقاعدية. ثلاثة مواضيع مهمة ينتظر قانون التقاعد الموحد مناقشتها في اللجنتين المالية والقانونية بمجلس النواب، تخص موظفي شركات التمويل الذاتي الذي تقدر أعدادهم بعشرة آلاف موظف، والقضاة والأساتذة الجامعيين ورواتبهم التقاعدية. المسألة الأولى تخص شركات التمويل الذاتي اللي تقدر أكثر من عشرة آلاف موظف خرجوا بتقاعد ولم يبلغوا سن الخمسين وتوقفت رواتبهم. الموضوع الثاني أيضا موضوع القضاة ورواتبهم التقاعدية الآن تناقش في اللجنة المالية من خلال لجان فرعية، والموضوع الثالث موضوع الأساتذة الجامعيين والخدمة الجامعية وإمكانية الوصول إلى نتيجة خلينا نقول متوسطة ما بين الرواتب القديمة والرواتب الحالية ما يخص الأساتذة الجامعيين.
قانون التقاعد الموحد الذي أرسل من مجلس الوزراء إلى البرلمان حصرت إحدى فقراته الاستثناء من العمر بموافقة رئيس الوزراء، الأمر الذي يعترض عليه غالبية النواب. هذا القانون قرأ قراءة أولى، موجود في اللجنة المالية، إجا مشروع قانون من مجلس الوزراء كان مطلوب به بعض التعديلات، واحدة منها هي أن الاستثناء من العمر صلاحية رئيس الوزراء. هذا مجلس النواب حسب يعني قراءتي لكثير من آراء النواب أنه هذا الموضوع لا يمكن أن نضعه بيد رئيس الوزراء، أما أن تكون هناك فقرة زين للاستثناء من العمر، هذا يعني لكل المتقاعدين، أن تكون فقرة صريحة أو أن لا نترك هذه الصلاحية لرئاسة الوزراء. وينتظر قانون التقاعد الموحد الذي لا يزال في أدراج اللجنة المالية النيابية إكمال جميع التعديلات تمهيدا لعرضه للقراءة والتصويت عليه بعد عطلة عيد الأضحى. من بغداد، صالح الطيب، المدى. اتهمت الجبهة التركمانية الدول الكبرى بجلب التنظيمات الإرهابية إلى العراق وسوريا كجزء من مخطط لتقسيم المنطقة. رئيس الجبهة أرشد صالحي أشار إلى أن ما يجري اليوم من أحداث في الشرق الأوسط ليست وليدة الصدفة، وأن جلب التنظيمات الإرهابية إلى العراق وسوريا يأتي في إطار مخططات دول كبرى لتقسيم المنطقة، محذرا من مخاطر تلك التنظيمات في المناطق التركمانية في سوريا منها عزاز وجوبهنا وتل أبيض، فضلا عن داقوق وطوس خرماتو في العراق. في الملف الأمني، دمرت طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مصنعا يستخدمه تنظيم داعش لإنتاج أسلحة كيميائية في العراق. وقال قائد القوات الجوية في القيادة المركزية للتحالف الجنرال جيفري هانجينان أن من المرجح أن المصنع الذي كان يستخدم في السابق لإنتاج أدوية أصبح يستخدمه التنظيم الآن في صناعة غاز الكلور أو غاز الخردل، مبينا أن الغارة الجوية التي نفذتها طائرات التحالف قرب الموصل دمرت المصنع بالكامل وقتلت كل من فيه. إلى ذلك، ألقت طائرات عسكرية عراقية ملايين المنشورات على سكان الموصل شمالي البلاد، وذلك لتحديد ساعة الصفر لبدء العمليات العسكرية الهادفة إلى تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش. قيادة العمليات المشتركة في بيان لها أوضحت أن تلك المنشورات تدعو السكان إلى الابتعاد عن مقرات التنظيم والتعاون مع القوات الأمنية العراقية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على خريطة للمنافذ الأمنة من أجل الخروج من المدينة والتوجه نحو القوات الأمنية. إذن استعدادات فنية ولوجستية عسكرية حثيثة لحسم معركة تحرير الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم داعش خلال الأيام القليلة المقبلة. هذه الاستعدادات تمثلت بالتحشيد العسكري حول محيط المدينة من جهة، وتكثيف الغارات الجوية على معاقل التنظيم من جهة أخرى. تستعد القوات العراقية بمساعدة التحالف الدولي لشن هجوم واسع النطاق لتحرير مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، من تنظيم داعش، والتي تعد المعقل الرئيسي لهذا التنظيم، حيث تتراوح أعداد مقاتلي التنظيم في هذه المحافظة بين 3 إلى 4 آلاف مقاتل من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة. وبدأت قوات الأمن العراقية بدعم من التحالف الدولي عملياتها في محيط الموصل، حيث تمكنت خلالها من السيطرة على قرى وبلدات ومنشآت، ولم يبقى بيد التنظيم سوى محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، إضافة إلى بعض مناطق محافظة الأنبار. ومع اقتراب انطلاق معركة تحرير الموصل، يتصاعد الجدل في الأوساط السياسية بشأن ما إذا كانت هناك ضرورة لإشراك الحشد الشعبي في هذه المعركة. وفي ظل المشهد السياسي المتناقض والحافل بالتقاطعات السياسية، يبدو أن معركة تحرير الموصل ستكون صعبة على المستويات كافة. شكلت قيادة العمليات المشتركة قيادة لعمليات شرق دجلة لتحرير قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك
والنواحي التابعة له من سيطرة تنظيم داعش. مصدر مطلع ذكر للمدى أن القيادة قررت تنصيب اللواء علي فاضل عمران المفرجي قائد الفرقة الخامسة السابق قائدا لعمليات شرق دجلة، مؤكدا أن قوات الحشد الشعبي في مناطق جنوبي كركوك وغربها سيتم زجهم السبت القادم في أحد معسكرات التدريب قرب ديالى لتهيئتهم وتسليحهم استعدادا لعمليات تحرير الحويجة. من جهته أبدى نائب عن محافظة كركوك وهو خالد مفرجي ترحيبه بتشكيل قيادة عمليات الحويجة، عدا ذلك بالخطوة العملية والحقيقية لتحرير القضاء من قبضة تنظيم داعش. المفرجي دعا القائد العام للقوة المسلحة حيدر العبادي إلى الإشراف والمتابعة وبشكل شخصي لتحرير القضاء وتقديم الدعم الكامل لقيادة عمليات الحويجة وتوثيق العلاقة مع الحكومة المحلية في كركوك بهذا الخصوص. أعلنت قيادة عمليات الأنبار تطهير 386 منزلا وإحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش في منطقتي الضبعة والحلبسة غربي الفلوجة. القيادة في بيان لها ذكرت أن عمليات البحث والتفتيش ضمن قطع مسؤولية الفرقة مستمر، حيث تم تطهير 386 منزلا وإلقاء القبض على المطلوبين في منطقة الحلبسة غربي الفلوجة، مشيرا إلى أن الفرقة الثامنة تمكنت أيضا من العثور على 25 عبوة ناسفة في منطقة البطيبان قرب قضاء هيتا، فيما تم العثور على أنفاق كان يستخدمها عناصر تنظيم داعش لتنقلهم في المنطقة نفسها. إلى عالم المال والأعمال، حيث أبدت اللجنة المالية النيابية تأييدها للشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي على العراق مقابل إقراضه. اللجنة طالبت الحكومة بأن تشمل تخفيضات النفقات غير الضرورية للدولة ولا تمس رواتب الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة إلى حسم جميع ملفات الفساد. أيدت اللجنة المالية النيابية الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي على العراق مقابل إقراضه، شروط كان أبرزها التخفيض الإضافي للنفقات ومكافحة الفساد وتفعيل القطاعات الصناعية. اللجنة رمت بالكرة في ملعب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الذي طالبته أن تشمل التخفيضات النفقات غير الضرورية للدولة وأن لا تمس رواتب الموظفين والمتقاعدين أو حياة المواطنين، داعية إلى حسم الآلاف من ملفات الفساد الموجودة في هيئة النزاهة ومحاسبة المفسدين وأن يكون جريئا بمحاسبتهم، لا سيما أنه يعلم جيدا بحسب اللجنة بنقاط الخلل وحجم الهدر بالمال العام منذ شغله رئاسة اللجنة المالية في مجلس النواب وقبلها الاقتصادية. شروط الصندوق فتحت شهية اللجنة المالية لاستعراض الملفات التي تراها ضرورية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، لتبدي استغرابها من إنفاق نحو 4 ملايين دولار على استئجار طائرات خاصة خلال العام الماضي والربع الأخير من العام الذي سبقه، فضلا عن إنفاق أموال طائلة على إفادات المسؤولين رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط والحرب ضد تنظيم داعش. خبراء اقتصاديون حذروا من عدم التزام الصندوق بتقديم القرض للعراق نتيجة عدم تطبيق توصياته السابقة بالشكل المطلوب، مؤكدين أن بغداد أمام مشكلة كبيرة لم تعالجها حتى الآن تكمن بأحادية الاقتصاد واستمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، الأمر الذي قد يضطرها لقبول شروط صندوق النقد الدولي على الرغم من إجحاف بعضها، مما يعني تقديم تنازلات أخرى يدفع ثمنها الشعب العراقي، فيما عزوا الأسباب التي أدت إلى ذلك لسوء الإدارة المالية للحكومة وهيمنة الأحزاب الحاكمة على الملف المالي، إضافة إلى الفساد المستشري وعدم تفعيل القطاع الخاص، فيما عدى آخرون أن تلك الشروط جاءت بسبب عدم نضج العراق اقتصاديا وعدم امتلاكه اقتصادا ومؤسسات أو سياسة نقدية راسخة، ما جعل المواطن ضحية لتجهيل اقتصادي. أحمد حداد، قناة المدى، بغداد.
توقفت عملية ضخ النفط من حقول الشركة في كركوك إلى ميناء جيهان التركي من خلال الخط الممتد عبر إقليم كردستان بسبب خلل فني في أحد المواقع النفطية غربي المحافظة. مصدر مطلع ذكر المدى أن خللا فنيا في موقع نفطي تسبب بتوقف عمليات ضخ النفط من حقول شركة نفط شمال كركوك وجنبور وخبازة، والتي تصدر النفط الخام بمعدل 100,000 برميل يوميا خلال الخط الممتد عبر أقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركية، لافتا إلى أن فرق الصيانة في الشركة باشرت بعمليات إصلاح الخلل والتي من المؤمل إنجازها خلال الأيام الأربعة المقبلة. حددت وزارة التربية يوم 29 من شهر أيلول الجاري موعدا لبدء العام الدراسي الجديد في جميع المحافظات. وزير التربية محمد أقبال في بيان له أوضح أن بدء العام الدراسي الجديد ولكافة المراحل سيكون يوم 29 من شهر أيلول الحالي، مبينا أن وزارة التربية استكملت كافة مستلزمات العام الدراسي من تأهيل أغلب المدارس وتوفير القرطاسية للطلبة، مضيفا أن مناطق المحررة لها أولوية في خطط الوزارة من أجل استئناف الدراسة فيها ودون تأخير. توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي انخفاض درجات الحرارة في عموم مناطق البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة. الهيئة وفي بيان لها أشارت إلى أن طقس البلاد سيشهد يوم غد الخميس انخفاضا بدرجات الحرارة لغاية 43 درجة مئوية في عموم المحافظات العراقية، مبينا أن الطقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحوا في جميع مناطق البلاد مع استقرار لدرجات الحرارة، مبينا أن طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية. في الملف العربي والدولي، إذا شهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالاتفاق الأمريكي الروسي لوقف إطلاق النار في سوريا. وشددت تيريزا ماي على أن العلاقة التي تجمع المملكة المتحدة وروسيا واضحة جدا، معربة عن أملها بأن يكون هذا الاتفاق أساسا لحل الأزمة السورية. الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن التسوية السورية محوري، وجميعنا نريد رؤية الاتفاق فعليا على أرض الواقع. في مناسبات عدة رأينا خطوات واضحة نحو مسار حقيقي، ولكن للأسف لم يكن من الممكن تنفيذها. آمل أن تكون نتيجة هذا الاتفاق إيجابية. وبالنسبة لروسيا، يجب أن لا يكون لدينا شك بشأن علاقتنا معها، فهي ليست علاقة عمل كالمعتاد، وكان هذا واضحا في رد على تقرير حول مقتل العميل الروسي السابق ألكسندر. إلى ذلك، أشاد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا بالتراجع الكبير في أعمال العنف السورية بعد إعلان وقف إطلاق النار، لأنه أكد أن مخاوف الحالية تتمثل بتوزيع المساعدات الإنسانية. وصرح ديمستورا للصحفيين في جنيف أن القوى التي توسطت في الهدنة ستقدم على الأرجح تقييما شاملا أو ستقدم تقييما شاملا للساعات أو الأيام القليلة المقبلة. إذا أوصلنا المساعدات الإنسانية خلال 48 ساعة دون عرقلة أو شروط، سيلاحظ السوريون زيادة تدفق المساعدات وانخفاض أعمال العنف. سيعقب ذلك إنشاء مركز استخباراتي تديره روسيا والولايات المتحدة لمراقبة الهدنة، وبالتالي سنجتمع نهاية سبتمبر في الأمم المتحدة لبحث الانتقال السياسي ودعوة الأطراف السورية للحوار حول العملية السياسية. إذا أوصلنا المساعدات الإنسانية خلال 48 ساعة دون عرقلة أو شروط، سيلاحظ السوريون زيادة تدفق المساعدات وانخفاض أعمال العنف. سيعقب ذلك إنشاء مركز. شنت الطائرات السعودية غارات جوية على بعض أجزاء مصنع السنيدارة قرب القاعدة الجوية في العاصمة اليمنية صنعاء،
والذي يشتبه أن الحوثيين يستخدمونه في تصنيع الصواريخ المحلية. مصادر مطلعة أوضحت أن المصنع عبارة عن وحدة إنتاج حربي كان يعمل كمصنع لتصنيع الأنابيب الحديدية، إلا أن المعلومات تشير إلى أن الحوثيين يستخدموه حاليا في تصنيع الصواريخ المحلية، مشيرة إلى أن الغارة دمرت المصنع بالكامل بالإضافة إلى قتل العديد من الحوثيين خلال الغارة. أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن الجيش الليبي سيبقى خارج دائرة الصراع السياسي في البلاد. المسماري أوضح أنه لا يمكن للجيش الليبي أن يتخلى عن مسؤولياته في تأمين البلاد ومرافقها الأساسية، إلى أنه سيكون خارج اللعبة السياسية. أن الجانب السياسي والشق السياسي سواء مع حكومة السراج، سواء مع حكومة السيد عبد الله الثاني، سواء مع أي حكومة آخر، هذا جانب آخر ما عندناش به أي علاقة على الإطلاق، لا تربطنا به أي حاجة على الإطلاق إلا العمل الوطني المشترك. ثانيا، أن القوات المسلحة هي خارج دائرة التفاوض وخارج دائرة الحكومة. القوات المسلحة قائد أعلى، قائد عام، رئيس أركان، أركانات فرعية، إدارات وهيئات ووحدات عسكرية، هذه هي القوات المسلحة. لدينا لسنا غزاة لهذه العقول المول النقدية، نحن الجيش اللي بالبين اعترف بذلك. فكيف نخرج من أرضنا؟ كيف نخرج من موالينا؟ كيف نخرج من مواقعنا؟ كيف نخرج بعد أن نصر الله سبحانه وتعالى على الإرهاب؟ كيف نسلم في أوقفت السلطات الأمنية في باريس مراهقا يشتبه في أنه أبدى لمسؤولين في داعش استعداده لتنفيذ اعتداءات في باريس. ووفق ما ذكرته مصادر إعلامية، فإن الشاب يبلغ من العمر 15 عاما وجرى توقيفه في إحدى مراكز الشرطة بباريس، لافتا إلى أن الشاب المعتقل كان على اتصال دائم بالإرهابي الفرنسي رشيد قسيم، الذي قالت عنه الاستخبارات الفرنسية قبل أيام قليلة أن له علاقة بعدد كبير من الحوادث الإرهابية التي وقعت والتي جرى إحباطها مؤخرا في فرنسا. توصلت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق بشأن تقديم واشنطن مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار على الأقل، وذلك لمواجهة التحديات الأخيرة. مصادر مطلعة أشارت إلى أن هذه المساعدات تعد أكبر التزام أمريكي بالمساعدة العسكرية لأي دولة على الإطلاق، الأمر الذي يثير قلق دول المنطقة أو منطقة الشرق الأوسط، خصوصا في ظل الحرب على تنظيم داعش. بغداديون يطمحون إلى أجواء هادئة ومستقرة بمستوى يلامس طموحاتهم في أماكن توفر ذلك، خصوصا في أيام الأعياد والمناسبات. لكن قلة المتنزهات والمناطق الترفيهية أصبحت محل انتقاد واسع من قبل الأهالي، الذين يواجهون صعوبة في إيجاد مكان ملائم للاحتفال بهذه الأيام. تخرج العائلات في كل المناسبات والأعياد قاصدة الأماكن الترفيهية والمتنزهات لقضاء الأوقات خارج الروتين اليومي والاحتفال بهذه الأيام، بيد أن واقع تلك الأماكن كثيرا ما ينغص أجواء الفرح، حيث قلة المتنزهات في العاصمة وصعوبة الوصول لها نتيجة الإجراءات الأمنية. يعني بالنسبة عندك عائلة وبنات ولدهم ما تروح بغير مكان إلا أبو ناس، يعني شوية مأمن، يعني حتى القوات الأمنية أكثر من باقي المناطق، يعني بالزوراء ازدحام وشارع مقطوع أكثر من اللازم، يعني ما تقدر عائلة وياك وتمشي كيلوين 3 كيلومترات مشي ما تقدر. والله متنزهات يعني مو حال زينة، لأن ماكو وضعية تعبانة، فماكو بس متنزه تعبان، يعني مو حال زين. بغداد يعني هاي كلها بغداد هنا أنا بس زوراء ساديها ناية ماكوش متنزهات تعبانة. يعني أنا جاي هنا قبل بس ما كان هيك المكان نظيف، كان يمكن لين عيد اعتقد. حدائق شارع ابو نؤاس اصبحت متنفسا للعائلات التي لا تستطيع الوصول الى متنزه الزوراء او لا تريد الذهاب الى هناك بسبب الزحامات المروريه او بعض المنغصات داخل المتنزه، لكن في الوقت نفسه تعاني حدائق ابو نؤاس اهمالا في مرافق متعدده يخالف تطلعات المواطن. وهذا المكان كلش حلو لانه يعني نفه أكثر من مدينة الزوراء اللي يعني مزدحمة وما تلقى الطرق كلها مسدودة، ما تلقى هنا معاناتنا، ما لقينا أي معاناة بالنسبة للدخول. بس شنو يعني مكانات تفتقرها مثل هسه المراجيح قديمة،
ماجح مال سبعينات، حنفية المياه تلقاها مكسورة، بس شيء على شيء يعني مكان أحسن من ماكو. يعني أشوف هاي مال ستينات الألعاب، هاي المراجيح العالم وين تطورت، شوف العالم وين وصلت، وإحنا هاي المراجيح زناجير رابطيها وتروح وتجي. وأهم شيء هي التكرم العفو، الوصاخ موجودة أول ما دخلنا تلمال قدورات يعني العفو، وعتبي على أمانة العاصمة شلون يعني أشوف هذا ولا ساكتين. والله تدري شلون يعني هسه أغلب المكانات يعني ازدحام، مثلا بالمنصور أو غير مكان ازدحام، فهنا أنا تلقى هالمكان الناس يعني مرتاحة بي وماكو ازدحام وماكو خنقة. رغم أجواء الفرح في أيام الأعياد والمناسبات ومحاولة العائلات البغدادية الاستمتاع فيها من خلال خلق المناخ العائلي المناسب والخروج إلى المتنزهات والأماكن الترفيهية، إلا أن قلتها وسوء إدارتها وتنظيمها تحت إجراءات أمنية مشددة ضاعفت المطالب باهتمام حكومي في توفير أماكن مناسبة مع ما يصبو إليه الجميع. ياسر الحطاب، المدى، بغداد. على الرغم من الإجراءات الأمنية الخاصة بخطة عيد الأضحى، إلا أن المواطنين أعربوا عن تخوفهم من الخروقات الأمنية. هذه المخاوف جاءت بعد الخروقات الأمنية التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد خلال الأيام القليلة الماضية. تختلف أجواء هذا العيد عن سابقه في الأعوام الماضية نتيجة ارتفاع حدة الخروقات الأمنية التي سبقت هذه المناسبات التي تدعو إلى عزوف بعض العائلات للخروج والاحتفال بأعياد الأضحى وغيرها. أجواء جيد جدا، يعني فرحة عراقية ما توصف، بس يعني شوية تدري ناس خايفة بسبب الأوضاع الأمنية، وشوية الناس يعني ما مرتاحة. كل عيد وانا عوائل خير من الله، بس يعني الحمد لله الحمد لله وشكرا. ضعف الجهد الاستخباري في الكشف عن العجلات الملغومة والانتحاريين ولد حالة من الخوف لدى المواطن بأن تلك الاستهدافات قد تستمر في أيام العيد، فضلا عن تحدي البعض لهذه الخروقات من أجل استمرار ديمومة الحياة الطبيعية. لاحظنا بالعيد الأضحى قبل يومين ثلاثة حدثت كارثة بالمول النخيل، فهاي الشغلات متقصديها يعني يخلون الشعب العراقي عاجز حتى عن الفرحة، يعني أي متنفس يريد يتنفس يحاول يلم من جراحاته ومن من من همومه، يعني يحاربوه في أبسط شيء هو الفرحة. بالرغم من صعوبتها علينا، لكنه الشعب العراقي شعب محب للسلام، محب للحياة، محب للأعياد، محب لكل شيء مفرح، ونتمنى أن هذه الفرحة تدوم على الشعب العراقي وتنتهي هاي الأزمة اللي ولدتها دخول داعش الإرهابي على العراق، والشعب العراقي شعب كبير وما تهزه أي صعاب. وتبقى الأسر في أجواء الأعياد والمناسبات معلقة بالمطاعم والمتنزهات المنتشرة في بعض مناطق العاصمة نتيجة الوضع الأمني الراهن وقلة المرافق السياحية المهيئة لهم. إبراهيم المحمود، قناة المدى، بغداد. قبل ختام النشرة تذكير بأهم العناوين. الجمهوري يشدد على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت إلى ظهور تنظيم داعش، والخارجية الأمريكية تعلن أن بلادها ستقدم 181 مليون دولار لنازح العراق. التحالف المدني يشكك بجدية العبادي في تنفيذ الإصلاحات الحكومية، والبرلمان سيضغط على الأخير لتقديم مرشحي الوزارات الشاغرة بعد عطلة العيد. العملية المشتركة تشكل قيادة عمليات شرق دجلة لتحرير الحويجة ونواحيها، وأوساط سياسية تعد هذه الخطوة بالجدية في تحرير الناحية. بريطانيا تشيد بالهدنة السورية وتعدها بداية نهاية الأزمة، وديمستورا يعرب عن تخوفه من عدم إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة. انتهت نشرتنا الإخبارية، شاكرين لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا رياض. شكرا إناس.